لأنهم ملوا الانتظار وفقدوا الثقة بالمسؤولين المولجين متابعة ملف العسكريين المخطوفين والمفاوضات لإطلاق سراحهم، أعلن أهالي العسكريين من ساحة رياض الصلح حيث يستمرون في اعتصامهم عن إمهال الحكومة 48 ساعة، وإلا فالأربعاء يوم غضب. بناء للوضع الخطير الذي نشعر به، وبناء على وجود العرقلة المتعمدة من قبل بعض الأطراف الموجودة في الحكومة والتي لا نحب تسميتها حاليا، ونحن نعلم بأنهم يحاولون قتل أبنائنا لإنهاء ملفهم، وحرصا منا على وحدة البلد وعدم انجراره في آتون الفتنة الطائفية، نعلن ما يلي: أولا، مقاطعة كافة الاجتماعات والاتصالات مع الحكومة والمنتدبين للمفاوضات. نحذر وننذر بأننا وبمهلة 48 ساعة اعتبارا من تاريخه، وفي حال لم نلمس أي تقدم صادق أو جاد يثمر بعودة أبنائنا العسكريين، سوف نلجأ إلى التصعيد بكافة الطرق والوسائل، ونحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بشكل عام والمعرقلين بشكل خاص عن ما قد ينتج من خلال التصعيد. الأهالي دعوا هيئات المجتمع المدني وأهالي العسكريين في الخدمة وكل مواطن شريف للتحرك والوقوف معهم في يوم الغضب، لأن الخطر داهم كما جاء في بيان الأهالي.